هبوط عالمي، من المسؤول عن هذا الوباء؟ من عرقل المحاربة له؟ من استفاد واستغنى على حساب أرواح الناس؟ لن يكون هنالك أوضاع طبيعية بعد انتهاء الحرب على الكورونا. أخاطبكم اليوم في لقاء استثنائي عن حلقاتنا الأسبوعية التي تبث من الـRT كل أحد على 7:30 بمساء الأحد بالتوقيت الأردني، لأتناول في هذه الحلقة الاستثنائية موضوع ما يجب عمله استعدادا لمرحلة ما بعد الكورونا. إن الحكمة تقضي أن كل عمل له نتائجه، وأن علينا أن نستعد لمواجهة نتائج العمل، أي أننا في هذه الحياة علمتنا الدنيا أن الأمر لا ينتهي بانتهاء حدث ما، لأن انتهاء الحدث يؤدي إلى بداية حدث آخر. ولعل أحسن توضيح لهذا الرأي هو ما قالته الصين إذ أعلنت أن ما بعد كورونا لن يكون كما كان قبل كورونا. هذه عبارة شديدة الدلالة، ويجب أن تفسر ويفسرها المجتمع الدولي والقيادات الدولية على مختلف احتمالاتها. قد يكون المقصود أنه سيكون للصين بعد الكورونا مواقف تختلف عن مواقفها قبل الوباء، وهذا يشكل نوع من التهديد إن أردت، أو أن نفسره بأن هنالك أحداث وتغيرات يجب مواجهتها، وبالتالي يجب أن ندرك أن الأمور لن تعود إلى ما كانت عليه، بل سنواجه واقعا جديدا يحتاج للاستعداد ويحتاج إلى المعالجة. هذا ما أريد أن أتناوله اليوم. وإن كنا ما زلنا غير قريبين من نهاية الأزمة ومشكلة طول هذه الأزمة وامتدادها، أنا في نظري يعود إلى سبب رئيسي واحد، هو عدم وجود تعاون دولي، لعدم وجود قيادة دولية متفق عليه. إن هذا الوباء ينتقل من منطقة إلى أخرى، من مدينة إلى أخرى، من دولة إلى أخرى، وقد يعود إلى نفس المنطقة في حلقة مفرغة. ولذلك لا يمكن مواجهته بالجرأة وبالسرعة اللازمة إلا من خلال توافق دولي. أنا أستغرب أن مجلس الأمن لم ينعقد حتى الآن، وهو مجلس الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، لبحث هذا الموضوع، ولا أرى أن هنالك شيئا يهدد السلم والأمن الدوليين أكثر من وباء الكورونا الذي يسميه في المقابل الرئيس ترامب بأنه الفيروس الصيني. وعندما سئل لماذا يسميه هكذا قال لأنها بدأ وانطلق من الصين. وهذه عبارة أيضا تستحق التحليل، لأنه قد يكون المقصود منها أنه مشكلة صينية، لأنه يصر على تسميته الوباء الصيني. في كل الأحوال ما نعيش فيه اليوم هو تخبط عالمي دون تنسيق، ونعود مرة أخرى إلا أن مشكلتنا هي مشكلة الأنا بدل أن نحن كمجتمع دولي.
كل دولة تريد أن تحمي حدودها وهذا حقها، تحمي مواطنيها وهذا حقها، ولكننا مع الأسف لم ندرك أن حماية مواطنينا في أي بلد هو جزء من الحماية الدولية، لأن هذا الخطر، هذا العدو الشرس الكورونا لا يعرف حدودا ولا يعرف جنسا ولا مواطنة ولا اسما، هو لا يميز وينتقل بكل الوسائل المتاحة وعبر اللا حدود الموجودة بين الدول وبين المجتمعات. لقد تأخرنا في كمجتمع دولي في الوصول إلى المضاد لهذا المرض الفاكسين، وهذه أيضا قصة. لو أن هنالك كان ترتيبا واجتماعا دوليا لوضع خبراء مجتمعين يضعوا مجمل تجاربهم وخبراتهم لهدف واحد، حماية البشرية ككل، لكان الوضع مختلفا. هنالك تضارب في المعلومات، هنالك عدم وضوح في حقائق الأمور في مختلف الدول، وبعض الدول تخفي معلومات، إخفاؤها يسيء إلى دول أخرى تعتمد على تلك المعلومات وتعتبرها صادقة. هنالك أزمة كبيرة، كما آخر تقارير أمس يقول بأن الخطر سيكون مستقبلا في هذه الأزمة من بؤرة أو موقع جديد أو نسبيا جديد، هو الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا هي القوة العظمى، القوة الأهم، المنطقة المسيطرة، وما يصيبها يصيب العالم كله. فنحن في حالة من القلق، في حالة من عدم الوضوح، في حالة من التصارع يؤدي إلى يخدم هذا الوباء إن عدم تعاون المجتمع الدولي. وأنا كما قلت أستغرب أن مجلس الأمن لم يجتمع، مع أنني سمعت بأن الرئيس التونسي قد طالب بانعقاد جلسة سريعة لمجلس الأمن. لو انعقدت هذه الجلسة سينعقد فيها الرؤى الكبار والأطراف المتحاربة والمختلفة، ولن تخرج بقرار موحد مع الأسف. وبالتالي حتى هذا الأمل في أن يجتمع مجلس الأمن لا أتوقع منه الكثير. مشكلتنا كانت وما زالت وستبقى عدم وجود قيادة عالمية مقترب بها، وعدم وجود نظام عالمي يحترم، مما يجعل الأمور أكثر تعقيدا وأكثر سهولة على العدو المجرم الذي يفتك بالبشرية. مع ذلك علينا، وأنا أقول علينا وأشد في كل بلد، أن ندرس الآن ما هي حصيلة نهاية كورونا. هناك جوانب اقتصادية، جوانب اجتماعية، جوانب صحية، جوانب لا حصر لها، ستكون موضع مواجهة لنا بعد انتهائنا من مواجهة الكورونا. في أمريكا وحدها التوقعات أنه سينتج ما يزيد عن 25 مليون عاطل عن العمل، بعد أن كانت أمريكا تفخر وتسعد بأنها تخفض نسبة العاطلين عن العمل إلى ما هو أدنى شيء في العالم. فإذا كان هذا الوضع في أمريكا، كيف سيكون في الدول الأخرى؟ لن يكون أفضل من ذلك. العجز في موازنة الحكومة الأمريكية حوالي تريليون دولار، تريليون. من سيعالج احتياجات دكان الحلاقة
أو بيع السندويشات أو أي مهنة يعتمد صاحبها على دخله اليومي أو الشهري. ماذا سنعمل في التعثر الاقتصادي؟ ماذا سنعمل في الكوارث الاجتماعية التي ستنتج عن فقدان المعيلين للأسر؟ الناتج القومي سينخفض، وبالتالي دخل الفرد أيضا سينخفض. الدين العام سيرتفع، وبالتالي العجز في الموازنات الحكومية سيزيد. أنا لا أقول هذا من باب التشاؤم ولا من باب تحبيط العزائم، ولكنني أقول دائما كما قال ليتو لسقراط: أنا أحبك يا أستاذي سقراط، ولكنني أحب الحقيقة أكثر. إن الحقيقة هي التي تؤدي إلى الخلاص، هي التي تؤدي إلى الحلول الصحيحة، هي التي تؤدي إلى استعداد لمواجهة الكوارث. نحن أمام مرحلة ما بعد كورونا ليست كما في السابق. العادة أننا عندما نواجه مشكلة ونعالجها يعود الأمر إلى الأوضاع الطبيعية. لن يكون هنالك أوضاع طبيعية بعد انتهاء الحرب على الكورونا. ستبدأ الصراعات الدولية بقوة أكبر. من المسؤول عن هذا الوباء؟ من عرقل المحاربة له؟ من استفاد واستغنى على حساب أرواح الناس من خلال استغلال الفرص المتاحة فيه؟ ستطرح الأسئلة الكثيرة والخلافات بين الدول وداخل المجتمعات نفسها، بين الدولة ومواطنيها والمواطنين فيما بينهم. إننا نتكلم عن إفلاسات، كيف سنواجه؟ نتكلم عن كساد وغلاء في الأسعار كنت توقعته من 2017، وقلت أن العالم مقبل على ما يسمى stagflation، أي مزيج من stagnation والinflation، غلاء الأسعار وكساد البضائع. وهذا حسب توقعات الاقتصاديين الكبار في العالم، أن ما سنواجهه من أزمة اقتصادية سيكون أقسى وأصعب من ما يعرف بالكساد الكبير الذي أصاب العالم عام 1992. هذا الكلام كله يطرح ويتداول ويناقش في مراكز الأبحاث والدراسات، ولا يجوز أن نظل بعيدين عنه وأن نعتبر أن المشكلة فقط هي فيما نواجهه. وهنا لا أود أن يساء مرة أخرى فهمي، إن الأرواح هي الأغلى والأهم. ألا يتوجب علينا أن ندرس كيف نحافظ على الطفل الذي فقد والديه ولا يستطيع أن يجد مأوى ولا أكلا ولا غذاء؟ هل ستستطيع مؤسساتنا استيعاب آثار عائلات المصابين وإيجاد الحلول لها؟ أنا أتكلم على مستوى العالم، أنا لا أتحدث على مستوى أي دولة أبدا. إننا في هذا العالم سنواجه آثارا كارثية لهذا الوباء الكارثي، وسننتقل من مشكلة القضاء عليه إلى مشكلة معالجة آثاره. وأنا أقول أن هنالك عدد قليل من دول العالم، بمتابعة الدراسات والأبحاث وما يتوفر من معلومات، عدد قليل من دول الدنيا التي بدأت في وضع خطط لحصر الأضرار ولاقتراح حلول لمواجهتها كي لا ندخل في مشكلة كبيرة جدا أخاف منها على
لكل دول العالم. إن الكساد الكبير يؤدي إلى ثورة الجياع، وثورة الجياع هي وباء كما وباء الكورونا. فإذا نحن أمام مشكلتين تحتاجان إلى معالجة في وقت واحد. المعالجة محاربة الوباء والحفاظ على الأرواح العزيزة وكل روح في الدنيا عزيزة، ومواجهة آثار هذه الحرب. وأرجو أن لا يفهم ذلك على أنه آثار اقتصادية. الآثار الاقتصادية سهل معالجتها بالإجراءات الاقتصادية، بضخ أموال، بطباعة دولارات، بما يسمى quantitative easing للعملات، قروض، تخفيض عملة، فوائد إلى آخره، تسهيلات. أنا لا أتكلم عن النتائج الاقتصادية، أنا أتكلم عن النتائج الإنسانية لما بعد هذه الكارثة الوبائية. وهنا أكرر، لأنه في كثير من العزيزين علي من أبنائي الذين فهموا خطأ أنني أقول أن النواحي الاقتصادية هي بأهمية النواحي الإنسانية، أبدا. ولكن النواحي الإنسانية بعد المعركة هي أيضا أرواح نحتاج إلى رعايتها وحمايتها. نحن أمام أزمة لن تنتهي بالقضاء على الأزمة، على هذا العدو الخبير الخفي الذي لا يميز بين إنسان وآخر في الدنيا. ولكن علينا أن نبحث في اليوم الصفر عندما يعلن أن أصبح العالم نظيفا، وأنا لا أتوقع ذلك، ولكن حتى لو قلنا شهور هي قليلة لإعداد أنفسنا لمواجهة النهاية. أنا لا أقول أنها قليلة على الأرواح، أقول أننا حفاظا على الأرواح وما تبقى من هذه الأرواح أو ما يتبقى هو فترة ليست طويلة للاستعداد. كيف سنعالج ونضمد الجراح، نطعم الناس، نسكنهم، نعطيهم. دولا كثيرة بدأت تخصص رواتب لكل من هو عاطل عن عمل. دول كثيرة غير قادرة عن أن تقوم بذلك. فماذا سيفعل هؤلاء العاطلون معنا؟ ماذا سيفعل هذا العدد من الناس الذين بسبب هذا الوباء قضي على أرزاقهم؟ أنا أتكلم إنسانيا لأن الحياة تستمر، ومن ينتقل إلى رحمة الله قد يكون هو أفضل ممن يبقى ليعاني نتائج هذه الكارثة. واجبنا ليس فقط حكومات بل كمجتمع بكامل فئاته أن نجند أنفسنا للمعركة التالية، وأن لا نفاجأ فيها كما فوجئنا بهذا المرض. هنالك من دول كبيرة، ومع الأسف حتى أكبر دول العالم الولايات المتحدة، ليست لم تكن وليست حتى الآن مستعدة لمواجهة هذا الوباء، ولم تكن الصين مستعدة، وذلك أدى إلى قتلى أكبر وضحايا أكبر نتيجة لعدم استعدادنا، لعدم توقعنا لهذا الوباء. بس إذا كنا نتوقع حدوث ما سيحدث أحذر من أنه سيقع، فإن واجبنا أن نبحث الآن كيف سنواجه ما بعد الأزمة، ونجد هذا المجتمع في واجهتنا يطالبنا بالحلول. إن لم نقم بذلك من الآن نحن لا نخدم أنفسنا، ولا نخدم أرواح، ولا نخدم أبناءنا وأحفادنا ومستقبل أجيالنا. إذا قلنا أن هذا الوباء يصيب بالدرجة الأولى، هو يصيب الجميع شبابا وشيوبا،
ولكن فرصته على القضاء على الأكبر سنا هي الأكبر. فإذا المعيلين هم الذين سيتركون هذا العالم وأنا واحد منهم، ولكن ماذا عن أحفاد أحفادنا؟ أليس لهم حق علينا بأن نبحث في مصيرهم ومستقبلهم وأن نضع الإجراءات والخطط؟ هذا هو مقياس القيادة الصحيحة. القيادة الصحيحة الحكيمة المخلصة هي التي تضع كل الاحتمالات وتضع خططا لكل الاحتمالات وتستعد لكل الاحتمالات كي لا تفاجأ وتدفع الثمن باهظا. أكتفي بهذا القدر، وأتمنى أن أكون قد أوضحت أن ما يشغلني ليس الاقتصاد ككونه اقتصاد، بل أثر الاقتصاد على الإنسان، أي أن الناحية الاجتماعية. أسأل الله لنا الحماية ولكم التوفيق، وألقاكم في حلقاتنا كل يوم أحد مقبل إن شاء الله.